شيخ افتح بسرعه افتح وسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اتفرج على البن، البن والريحه بتاعته يعني منتشر في السوق. أيوه. اللي انت تكشف على البن. أيوه. بليمونه. لا ان شاء الله انا هبين لحضرتك النهارده ازاي تعرف كوبايه البن المظبوطه. انا رايح مكان. ايوه فريست، عايز اشرب كوبايه قهوه، انا مش همتحنها. بيت الحنان، بيت الدماغ الجامده، بيت الدلع كله. الله اكبر عليك. يا لا مين بيت الدلع بقى؟ هو البن. البن حبيب قلبي. بص كده يا حاج، انت متجوز يا حاج؟ لا فاضل خطيب. الله اكبر، هنشرب من هنا وهتتجوز من هنا. انا اول مره اشوف اكبر محمصه بن موجوده في مصر. تعالى معايا هتتفرج على محمصه بن مش ممكن هتشوف زيها. اللهم بارك. تعالى واتفرج وشوف الوضع عامل ازاي. اتفرج كده. اللهم بارك، اللهم بارك. البن عندهم هنا حكايه، اي نوع بن انت عايزه موجود، والتحميصه بتاعتهم بسم الله ما شاء الله. اتفرج كده، اتفرج كده، اتفرج كده، واتفرج هنا كمان. كل انواع البن اللي نفسك فيها موجوده. انا عايز اوريك مرحله تصنيع البن عند محمود عمران من 1919 عشان تتفرج على البن الجميل. ادي الشوال الجميل قدام حضرتك. افتح يا باشا بكل سلاسه، بيتفتح الشوال، واتفرج كده على البن الجميل الاخضر الحلو الجميل ده كده، ولسه ما دخلش المحمصه العملاقه اللي انتوا شايفينها. واول مرحله هتخش هنا في التسويه. يلا بينا يا رجاله، ادفع لي كده واتفرج على اكبر محمصه واحلى بن موجود عند محمود عمران. اللهم صل على سيدنا محمد. المرحله الاولى رمينا هناك البن. بفضل الله البن الاخضر بيطلع فوق. اه بينتظر، بيبقى فيه شغل شغال هنا. فين بقى؟ اتفرج كده اهو المحمصه. اه التحميص اهون. اللهم بارك. تمام. ايوه بعد ثلث ساعه، نص ساعه لخمس دقايق بالظبط ان شاء الله، بينزل في التبريد، مرحله التبريد. تمام. بعد كده بينزل في الشوال، بعد كده بيخش على مراحل بقى التوليفات وكده. ده ايه بقى؟ ده البروفيشن بتاعها حضرتك. تمام. المراحل بتاعتها فتح اوتوماتيك، قفل اوتوماتيك، فتح الباب برده اوتوماتيك. تمام. وحضرتك ده الخلاط، ده التبريد حارق حضرتك. ده النار طبعا بنصبر درجه النار بتاعتنا زي ما احنا عايزين من هنا. ماشي. عاديها تنزل على 210. وده هنا الوقت بتاعها فين؟ النار الوقت حضرتك اهو. يعني باقي هنا 6 دقايق. هي كده بقى لها 6 دقايق. تمام. حضرتك ان شاء الله بعد نص ساعه لخمس دقايق، الاول بتجيب درجه الحراره ديت، بتفصل النار، بتفصل اوتوماتيك. انا بقدر اكشف عليها، بص عليها، محتاجه تقعد ثاني او كده، بتنزل على طول. تمام. ايوه بفضل الله. المهم اللي هو البروفيشن بتاعها خلاص 210 درجة بتقوم نازلة إن شاء الله. المرحلة الأولى من تحميص البن على أكبر محمصة موجودة في مصر. افتح عزتك ورينا. أول حاجة هيبتدي ينزل أهو، وزي ما أنتم شايفين نازل عشان خاطر يمشي هنا أهو ويطلع فوق، ونتفرج على بعد كده المرحلة الثانية. عايز أوريك بقى المرحلة اللي قربت تنتهي عشان خاطر تتفرج على التحميصة اللي أنت شايفها دي جوه. بس قبل كل شيء، هما بقى إزاي يعرفوا ان هو استوى كويس ولا لا؟ بييجوا يسحبوا الدراع ده اللي حضرتك شايفه، لف كده وقالت لي كده اهو، هوبا. معلش اتفرج بقى كده اهو على التحميصه اللي طلعت من قلب الدراع، ونرجع الدراع تاني مكانه. اتفضل يا شيخ، رجع لي الدراع ده كده. افتح يا شيخ، افتح بسرعه، افتح وسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اتفرج على البن، البن والريحه بتاعته، الواحد نفسه يمد ايده بس ايده هتولع. اتفرج بقى على البن بعد ما استوى، وبسم الله ما شاء الله اتبرد. اللهم بارك يا شيخ. ناخد بقى منه هنا عينه ونروح ايه نعمل كوبايه بن. بعد ما خلصنا التحميص والتقليب وكل حاجه جميله، تعالوا بقى نتفرج على البن وهو نازل في قلب الشكاره. اللهم صل على سيدنا محمد. اتفرج كده وشوف، شوف 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 الذهب الابيض. اللهم بارك. والذهب الاسمر والبن الجميل اللي موجود عند بيت البن محمود عمران. ببعت لكم احلى سلام. بعد ما خلصنا المرحله بتاعت التحميص، هنيجي بقى لمرحله الاختبار. هنا هو زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، البن اللي احنا خدناه من جوه الحبيبات هنحطها هنا في قلب المكنه يا شيخ. تمام. فوق هنا اهو ان شاء الله. نحط هنا اهو عشان خاطر نطحن. ندوس فين؟ انا زرار فين؟ الزرار ده تحت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط دي هنا اهو. انزلي. هوبا 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 هوبا. شايف الطحنه؟ شايف الجمال؟ البن الجميل اوه اوه اوه. الريحه الريحه الريحه.
اتفرج 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 اتفرج. انا اقول لك على حاجه، انا هجيب تلقيمه من هنا، ينفع يا شيخ؟ تمام. هجيب التلقيمه من هنا اهو، هات لي التلقيمه من هنا، التلقيمه الجميله من هنا اهو اهو اهو. خلاص خلص. التلقيمه من عند بيت العمر محمود عمران عشان خاطر نشرب احلى كوبايه بن ونضرب احلى العشاء. انا عايز اقول لك على حاجه، ان لما تيجي تعمل البن لازم لازم يبقى كده وتنزل كده، يبقى دي المعلقه بتاعت البن المظبوطه. هتحط في قلب الكنكه اتنين، يعني تيجي كده لازم تضرب ضربه دي عشان تساوي. تمام. وتحط هنا. طبعا احنا حاطين البن اهو زي ما انتم شايفين وعيرناه. هنحط الميه يا شيخ، انزل الميه 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 الميه. اذا ما حطيتش سكر، استنى استنى استنى، انا ما حطيتش سكر يا شيخ. نحط السكر، هحط ادي معلقه. ده كده المظبوط معلقه ولا معلقتين؟ المظبوط معلقه، معلقه واحده. وحسب السكر، اوعى يكون البن دون. ها قدام حضرتك. طبعا انا شفته، لكن في ناس بتحط كربوناته. لا من فضل الله بتحط. هنوري لحضرتك الفرق. ايوه، ونكشف ان شاء الله على الشغل من غير ليمونه. يلا نحط كده الكركه. اللهم بارك. هتاخد لها وقت قد ايه في السوا؟ ان شاء الله ما فيش خمس دقايق. خمس دقايق؟ طب كده النار عاليه، ما نوطيها شويه. نوطيها كده شويه. اوبا اللهم بارك. ايوه كده على نار هاديه. طبعا في اختلاف ما بين البن او القهوه، على نار هاديه وعلى نار مش عوطه. تمام صح ولا لا؟ تمام مظبوط كده. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. اللهم بارك. اتفضل. اوعى ما تكونش ليها وش، اقسم بالله لو ما لهاش وش يا شيخ لا هيبقى يوم عمل ربنا. يلا يا شيخ سمي بسم الله. اللهم صل على النبي. اللهم يلا يا شيخ بسم الله. اوبا اوه فين الوش؟ اوبا 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 اوبا. خليك معايا بالكاميرا. ايوه الموضوع كله مش هيستغرق عشان حضرتك تكشف ازاي انا اعرف كوبايه القهوه مظبوطه ولا مش مظبوطه. ماشي بص الوش قد ايه دلوقتي. بص حضرتك. نعم كله ايه مع بعضي. نعم. هننتظر ثواني. نعم. نسبة الترصيب هتتظبط. ايوه. تمام. من تحت الوش هيبقى لوحديه. الجزء بتاع البن اللي تحت هيبقى لوحديه. ايوه. تمام. من هنا اقدر احدد كوباية البن دي مظبوطة ولا لا. طبعا حاجة. هي لو مش مظبوطة حضرتك بيبقى كل ده على بعضي بقى. بيبقى سايح على بعضي. جرب يا شيخ. ونسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا اشرب الوش فوق. تمام. وتحت. وتحت. طب انا عايز اسالك سؤال بقى سر بقى يا شيخ. الناس اللي بتقرا الفنجان دي نحب نقولها ايه؟ لا ده لا يجوز شرعا طبعا. ايوه نسال الله العفو والعافيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اتى كاهنا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالامر ده خطا شرعا وطبعا الحمد لله ان انا ما بشربش فنجان. نسال الله سبحانه وتعالى يجعل الامر ده في ميزان حسناته. ربنا يخليك. وربنا يتوفانا على الخير والايمان. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا ما بشربش فنجان، انا بشربها في ازازه. يعني لو حد حب يقرا الازازه هيبقى صعب عليه. ونسمي بسم الله. ده بص بقى، ده انا خدت بق والوش زي ما هو. ايه الحكايه دي؟ ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك لك يا شيخ. اللهم بارك. وخدت بق تاني والوش زي ما هو. هو انا جاي هنا اشرب وشي بس؟ ايه الجمال ده؟ ربنا يبارك في حضرتك. ده بيبان ان هو الجوده اللهم بارك زي الفل. فعلا بيت البن محمود عمران مش من 1919 بس، لا هما بيعملوا حاجه بما يرضي الله. وانا بشكر حضرتك. ربنا يبارك فيك. ربنا يديك الصحه. يديك الصحه حسن علي. خلصنا هنا يعتبر في التصنيع، تعال بقى نروح فرع البيع. من 1919 وبيت البن محمود عمران موجود هنا في شارع الصناديلي، يعتبر في الجيزه. انا جيت مخصوص عشان خاطر الواحد يشرب كوبايه بن. الراجل ده هنا اللهم بارك يعني من سنين وسمعته سابقاه، وعنده بسم الله ما شاء الله فروع كتير. بص بقى ادي بيت البن محمود عمران زي ما انت شايف كده بسم الله ما شاء الله من 1919. هتاخد من عنده احلى كوبايه قهوه ممكن تشربها في كل الجيزه. اللهم بارك. الناس كلها هنا، ايه الحبايب بيتجمعوا قدام البن. اللهم بارك. وعم الحاج حبيب قلبي قول لي ايه احلى بن بقى بتشربه؟ ايه الفاتح المحوج. الفاتح المحوج. والله انا بحب الغامق المحوج. الناس دي ناس قديمه قوي في الجيزه وناس محترمه جدا وانا بتعامل معاهم. ايه وريني ده ايه؟ ده ايه؟ ساده فاتح. ساده فاتح؟ وريني كده الوش من جوه. وريني كده اتفرج. اللهم بارك اللهم بارك. محوج مش محوج، فاتح غامق، اللي انت نفسك فيه هتلاقيه عند بيت البن محمود عمران في كل مكان. استاذ محمد. حبيبي يا استاذ. ازاي سيادتك؟ كل سنه طيب. عايزين بقى نتكلم عن كل اصناف البن عند حضرتك. ربنا يخليك. ان احنا هنا يعتبر دي كل اصناف البن اللي احنا يعتبر شفناها هناك بالتصنيع. صح ولا لا؟ بالظبط. كم نوع بن دلوقتي يعتبر عندنا لون في عندنا المحل؟ 14 نوع بن. 14 نوع. 14 نوع بن. ايه الفرق ما بين الاسبريسو والبن العادي؟ بص هيك، هو على حسب العميل هو بيحب ايه. الاسبريسو حاجه تانية خالص غير القهوه التركي. طيب البن الواحد من الاسبريسو يعادل كم كوبايه بن عاديه من القهوه التركي؟
حوالي 2. 2 حوالي 2 اه. افضل تحميصه لليمني الفاتح ولا الغامق ولا الوسط؟ لا بص هيك، هو اليمني دايما بيتحمص وسط ما فيهوش فاتح. نعم. لو فاتح هيبقى يعني ما خدش سوا، ما خدش حقه في السوا. ده التحويجات. ده هنا بقى ايه اول حاجه؟ ده بنحط جوزه الطيب. جوزه الطيب، ورق لورا. ايوه. زر الورد. زر الورد. حبهان. حبهان بالظبط. طيب وبالنسبه بقى لانواع البن اللي موجوده هنا، اذا كان ايه التخسيس؟ ايه التخسيس ده؟ ده عباره عن بن تخسيس بيتغلي ويتصفى ويتشرب. ده برضو بن هنا انتوا بتعملوه؟ بالظبط اه. طيب وبالنسبه بقى للفرنساوي وبندق القطع والبندق العادي والحاجات دي كلها؟ البندق القطع ده عباره عن بن عليه بندق. نعم. بيبقى داخله لبن. نعم. ولما بيجي يتعمل لازم يتحط عليه لبن عشان يطلع الطعم كويس. بالنسبه بقى للعناوين بتاعتكم او الفروع بتاعت حضرتك بتبقى موجوده فين؟ في محطه حسن محمد في فيصل، وفي ميدان لبنان في المهندسين، وفي في ميدان الجيزه جنب البريد ده على طول. 1919. وده المحل القديم عندنا كده توتال 4 فروع. ازيك يا حاج حبيبي؟ ازيك وسام؟ طيب طيب يا حبيبي. انت جاي تشرب بن؟ اه. ايه نوع بقى بن؟ انا بقالي اكتر من 30 سنه ما باخدش من المحل ده. ايه المميز هنا عند بيت البن محمود عمران؟ كل حاجه هنا جميله بصراحه. انت بقى بن عمران هنا حلو جدا. بتحب التوليفه بتاعته ولا انت بتولف حاجه بمزاجك؟ لا، هو عنده توليفه اسمها عمران. نعم. طبعا انت عايز استباحه بقى والبن بقى و اكبر عليه. اللهم صل على النبي. هتضرب الرعش النهارده؟ لا، الحاج محمود عمران الله اكبر عليه. ربنا يديك الصحه في الجيزه كلها. ربنا يديك الصحه حبيبي يا حاج. انت عايز تقول ايه؟ هنقول محمود عمران بن اساسي وبيحرك احساسي. بيت الحب، بيت الحنان، بيت الدماغ الجامده، بيت الدلع كله. الله اكبر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مين بيت الدلع بقى؟ هو البن. البن البن حبيب قلبي. ده بص كده يا حاج، انت متجوز يا حاج؟ لا اتفضل. خطيب؟ الله اكبر. هتشرب من هنا وهتتجوز من هنا؟ حبيب قلبي. دي توليفه عمران. دي توليفه عمران. اه. انت هنا البن اهو قدام عينك، محدش بيغشك. انت هتيجي هنا عند بيت البن محمود عمران وتشوف كده البن. اجواء اجواء البن والله. اللهم بارك. هنا بقى كل مكنه بتطحن حاجه. اه، كل مكنه ليها حاجه معينه مخصصه. في مكنه للتحويج، في مكنه للساده، في مكنه لل. طب دلوقتي احنا نطحن ده فين بقى؟ اي ده ساده. ده الساده؟ اه. اتكل على الله. اطحن اطحن اشتغل. انا عايز اقول لك ان هنا البن اللهم بارك اللهم بارك. افتح افتح. شايف البن؟ ساعات اروح عند ناس كده يعلم لك يقول لك ايه، اصل الكيس ده مخصص لكذا. هنا كله ده مخصص للساده برضه. للساده برضه؟ يا ده هو في حاجه مخصصه للساده وحاجه ده حاجه مختلفة؟ للساده. في ده ساده. ايوه. اه الريحه بتاعته. شم شم شم. اللهم بارك. حاجه جميله زي الفل. اه اهو بص حاطط لك اهو القيمه كمان. يا سلام، حط القيمه، حاطط لك قيمه الكيس اهو كمان. مش مشكله عادي، تاخد برده فيه الربع. ده ربع توليف زي ما انت عايز. ربنا يديك الصحه. كلم الراجل اهو، قول لي البن اخباره ايه معاه. زي الفل زي الفل. بتحبه ساده ولا محوج سيادتك؟ لا محوج. محوج. لما تحب تشرب بن هتيجي عند بيت البن محمود عمران من 1919 شارع الصناديلي هنا في الجيزه. بسم الله ما شاء الله كذا فرع، عشان كده جيت مخصوص واصطبح واشرب احلى كوبايه بن. اللي ما شربش بن من عند بيت البن محمود عمران فاتوا كتير. بص الوش وما تقوليش معلش. احلى كوبايه بن.